قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثالث والخمسون، معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك. وفي اللفظ صيغته. قال ابن الصلاح: هو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعد المخجلة. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال لابن ماكولة على إعواز فيه. نعم، هذه الأبواب الأخيرة تعنى تركيز في الأسماء والكنى والألقاب والأنساب، وما ينبغي لطالب العلم أن يعنى بهذا حتى يضبط أسماء الرجال والرواة الذين يمر عليهم. وقد قسموا في ذلك أبوابا، منها ما تقدم ومنها ما يأتي. معرفة المؤتلف والمختلف في الأسماء والأنساب وما أشبه ذلك، وهذا تحته أنواع. قال: ومنه ما تتفق في الخط صورته وتفترق في اللفظ صيغته. الصورة واحدة في الخط لكن يلفظ بها على وجه مختلف. قال ابن الصلاح: وهو فن جليل، ومن لم يعرفه من المحدثين كثر عثاره ولم يعدم مخجلا. يعني من يرد عليه يقول: لا تقرأ هكذا، إنما هو حرام وليس حزام، هو عباس وليس عياش، وهكذا. وقد صنف فيه كتب مفيدة، من أكملها الإكمال. كتاب الإكمال من أكمل الكتب في هذا الباب، وهو مطبوع معروف على إعواز فيه، يعني أنه ترك بعض الأشياء التي كان ينبغي أن يذكرها، ولهذا أتمه ابن نقطة بزيل له على الإكمال، وزيل على هذا الزيل ابن نقطة ابن الصابوني أيضا وابن سليم، ثم زيل عليهما مغلطاي المصنف المعروف في الدولة العثمانية. لكن أجل ما صنف في هذا الباب يعني كله كتاب الحافظ ابن حجر، تبصير المنتبه بتحرير المشتبه. وفي الأيام الأخيرة يعني طبع توضيح المشتبه لابن ناصر الدين في 10 أجزاء أو في 10 مجلدات، وهو أحسن كتاب في هذا الباب. فسواء كان عندك كتاب يعني توضيح المشتبه، أو اكتفيت بتبصير المنتبه، أو حتى الإكمال نفسه يعني يكفيك ويغنيك. وقد سبق أن قلنا: إن لم يكن عندك شيء من هذا فلا أقل من كتاب المغني. المغني نعم. قلت: قد استدرك عليه الحافظ عبد الغني بن نقطة كتابا قريبا من الإكمال، فيه فوائد كثيرة. وللحافظ أبي عبد الله البخاري من المشايخ المتأخرين كتاب مفيد أيضا في هذا الباب. ومن أمثلة ذلك، كل من المشايخ المتأخرين حتى ينبهك أن هذا غير أبي عبد الله البخاري صاحب الصحيح. نعم. ومن أمثلة ذلك: سلام وسلام، عمارة وعمارة، حزام وحرام، عباس وعياش، غنام وعثام، بشار ويسار، بشر وبسر، بشير ويسير ونسير، حارثة وجارية، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد، ونحو ذلك. نعم، هذه بعض الأمثلة في هذا الباب، مما تتفق صورته في الخط وتفترق صيغته، وهذا يحتاج طالب العلم أن يضبطه، وليس بالعسير في الحقيقة، لأنه إذا مر عليه أول مرة واهتم به وانتبه فإنه يعني سوف يثبت في ذهنه على هذا النحو، وبتكرار هذا يعني لا يكاد يخطئ فيه. سلام وسلام،
سلام كله مشدد إلا يعني خمسة جاءوا بالتخفيف، أشهرهم عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام البيكندي من شيوخ الإمام البخاري، وسلام بن أبي الحقيقة. وإلا في الأصل أنه سلام بالتشديد، حزام وحرام يعني حتى لا يشكل عليك. وقيل أن المعجمة في قريش، معجمة يعني حزام، والمهملة في الأنصار، يعني مهما وجدت قرشيا فهو بالمعجم حزام، مهما وجدت أنصاريا فهو بالمهملة حرام، على أنه يوجد في غير القرشيين والأنصاريين أيضا من يعني يسمى حزاما وحراما، بل يوجد هذا كثير، حزام وحرام كثير. لكن يوجد أشياء نبه عليها الشيخ شاكر في الحاشية من الأشياء الأقل، يعني حزام وحرام يشتبهان، لأنه كثير من يسمي حزام يعني حرام، لكن في خرام وخزام وحزام، هذا قليل ينبه على القليل. كذلك عباس وعياش، هذا أيضا كثير على أنه قد يوجد عناس وعياس ويعني نحو ذلك، غنام وعسام، بشار ويسار، بشر وبسر، وهذا ينفي أن هناك يسر وأن هناك يعني يسر ونسر ونحو ذلك، لكن هذا الأكثر الغالب. حارثة وجارية، هذا أيضا كثير على أنه لا ينفي أن هناك جازية ونحو ذلك، جرير وحريز، حبان وحيان، رباح ورياح، سريج وشريح، عباد وعباد. وأنت في هذا كله يعني أين تقرأ أسماء هؤلاء الرجال؟ تقرأها في مثلا مصنفات الحديثين، كأن تقرأ مثلا يعني في صحيح البخاري أو مسلم أو الكتب الستة أو غيرها. وطالب العلم هو من ينتبه عند قراءة الإسناد كما ينتبه عند قراءة المتن. لكن بعض الناس ممن ليس بطالب علم إذا أراد أن يقرأ فإنه يقفز بعينه صدور الإسناد ليصل إلى قال رسول، وهذا ليس من شأن طالب العلم. يقول لك ماذا أستفيد من هذا؟ تستفيد ألا تقع في مثل هذا، أنت تحتاج إلى هذا ولو بعد يعني فيما بعد. ولهذا عود نفسك أن تقرأ الإسناد بتركيز وتلاحظ الضبط، وبعض الشراح يضبط ضبط يعني حروف وليس ضبط حركات، ضبط الحركات قد يحدث فيه الخطأ. حتى عندنا في الكتاب والنخف في نفس هذه المعاني تجد أحيانا حتى في هذه الكلمات التي أمامك عندك أخطاء في ضبط الحركات، يعني الفتحة والضمة والكسرة والسكون. أقوى من ضبط الحركات ضبط الحروف الذي يقوله الشارح، زي ما الشيخ أحمد شاكر في الحاشية يقول بضم المهملة وبكسر وتشديد المعجمة، ده بيسموه ضبط حروف، هذا لا يحدث فيه خطأ. وكما يقال العنسي والعيشي والعبسي، الحمال والجمال، الخياط والحمال والجمال، الحمال والجمال، الخياط والحناط والخباط، البزار والبزاز، الأبلي والأيلي، البصري والنصري، الثوري والتوزي. طبعا التخفيف هنا جائز، لكن الأحسن لأنه نسبة البصري والنصري والأبلي والأيلي عشان تأكد على أنها نسبة، الثوري والتوزي. الثوري والتوزي، الجروري والجريري، شريري، الجريري والجريري والحريري، السلمي والسلمي، الأولى بالفتحة أيضا، السلمي والسلمي، الهمداني والهمذاني، وما أشبه ذلك فهو كثير وهو كثير. وهذا إنما يضبط بالحفظ محررا في مواضعه، والله تعالى المعين الميسر وبه المستعان. نعم، كتاب الإكمال مفيد في مثل هذا، وهو مطبوع وموجود حتى أن يجعل كل يعني طائفة من هنا بابا، ولك باب يسير، يجيب لك من اسمه يسير، باب بشير،
ويأتي بهم ثم يفرق بين بشير ويعني يسير ونحو ذلك. ولهذا نقل هذا ابن الصلاح وقال هذه جملة يعني بعدما ابن كثير ينقل هنا عن ابن الصلاح. ابن الصلاح يقول وقد نقل هذا الذي قرأته الآن وسمعته يقول هذه جملة لو رحل الطالب فيها لكانت رحلة رابحة إن شاء الله تعالى. ويحق على الحديثي إيداعها في سويداء قلبه وفي بعضها من خوف الانتقاص ما تقدم في الأسماء المفردة. وأنا في بعضها مقلد كتاب القاضي عياض ومعتصم بالله فيه وفي جميع أموري. يعني هو يقول لك هذه الأسماء لو أنت رحلت رحلة لطلب العلم حتى تضبطها لكان يعني لم يكن كثيرا، وأنت جالس جالسة في المكيف وقد ضبطتها يعني بلا حتى تعرف كيف كان يتعبون في طلب العلم. النوع الرابع والخمسون معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا وقد ذكره الشيخ أبو عمرو أقساما. نعم، المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب يعني يتفق خطا ولفظا وتفترق المسميات. المتفق من الأسماء والأنساب يعني نفس الاسم لكن يفترق في المسمى، يعني واحد اسمه محمد علي والثاني اسمه محمد علي، كلاهما نفس الاسم اتفق لكن محمد علي هذا شخص ومحمد علي الثاني شخص آخر، ولهذا يعني يختلف عن النوع الذي قبله. النوع الذي قبله المؤتلف والمختلف كان فيه الاتفاق في صورة الخط مع الافتراق في اللفظ، تقول عياش وعباس. نعم، لكن هنا عياش وعياش، لكن عياش هذا لفلان وعياش هذا لفلان آخر. وقد صنف فيه الخطيب كتابا وذكر له الشيخ أبو عمرو أقساما. أحدها أن يتفق اثنان أو أكثر في الاسم واسم الأب، مثاله الخليل بن أحمد ستة. أحدهم يعني يتفق اثنين في نفس الاسم واسم الأب، فالذي يعرف بالخليل بن أحمد عندنا الخليل المشهور الإمام النحو فراهين، لكن في ستة بنفس الاسم فتميز بينهم. نعم، أحدهم النحوي البصري وهو أول من وضع علم العروض، قالوا ولم يسمى أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد قبل أبي الخليل بن أحمد إلا أبا السفر سعيد بن السفر إلا أبا السفر سعيد بن أحمد في قول ابن معين، وقال غيره سعيد بن يحمد فالله أعلم. يعني حتى على أن هذا ابن يحمد يبقى الكلام على يعني ما قال هذا الكلام للمبرد إمام اللغة المعروف، يقول فتش المفتشون فما وجدوا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم من اسمه أحمد قبل أبي الخليل. وهذا عجيب، سموا محمد يعني هذا كثير لكن لم يسمى أحد أحمد إلا يعني، وهذا يعني أكثر من 150 سنة حتى سموا أحمد لأبي الخليل بن أحمد المعروف، وهذا أكبر من تسمى بهذا الاسم. نعم، الثاني أبو بشر المزني بصري أيضا، روى عن المستنير بن أخطر عن معاوية بن قرة وعنه عباس العنبري وجماعة. الثاني يعني الثاني ممن يتسمون بالخليل بن أحمد، فالأول الخليل بن أحمد النحوي البصري الفراهيد المعروف، والثاني الخليل بن أحمد أبو بشر المزني وهو بصري أيضا. نعم، الثالث أصبهاني روى عن روح بن عبادة وغيره. يعني الثالث أيضا ممن يتسمى بالخليل بن أحمد. الرابع أبو سعيد السجزي القاضي الفقيه الحنفي المشهور بخراسان، روى عن ابن خزيمة وطبقته. الخامس أبو سعيد البستي القاضي، حدث عن الذي قبله وروى عنه البيهقي. السادس أبو سعيد البستي أيضا شافعي، أخذ عن الشيخ أبي حامد الإسفرائيني دخل بلاد الأندلس. نعم، ومن هذا النوع أيضا مثال ضربه السيوطي رحمه الله لمن اسمه أنس بن مالك، فذكر 10 يتسمون بأنس بن مالك منهم 5 من رواة الحديث. نعم، القسم الثاني أحمد بن جعفر بن حمدان أربعة ابن حمدان أربعة. يعني القسم الثاني هنا يتفق الاسم واسم الأب واسم الجد، هؤلاء أربعة تسموا بأحمد بن جعفر بن حمدان. نعم، القطيعي والبصري والدينوري والطرسوسي. القطيعي اللي هو راوي المسند عن عبد الله بن أحمد، والبصري
والدينوري أو الديانوري والطرسوسي بفتح الراء، كل واحد من الأربعة يسمى بنفس الاسم أحمد بن جعفر ابن حمدان. نعم. محمد بن يعقوب بن يوسف، اثنان من نيسابور، أبو العباس الأصم وأبو عبد الله بن الأخرم. نعم. الثالث أبو عمران الجوني. النوع الثالث يعني اتفاق في الكنية ويعني النسبة، هنا أبو عمران كنية والجوني نسبة، فهؤلاء في من هذا النوع أيضا ذكر منهم اثنين. نعم. أبو عمران الجوني اثنان، عبد الملك بن حبيب تابعي وموسى بن سهل يروي عن هشام بن عروة. أبو بكر بن عياش ثلاثة، القارئ المشهور والسلمي الباجدائي. باجدائي. الباجدائي صاحب غريب الحديث، توفي سنة 400، وآخر حمصي مجهول. نعم. أبو بكر بن عياش هنا الكنية وأيضا الاسم، هؤلاء ثلاثة أشهر من القارئ المشهور الذي يعني له رواية عن الإمام عاصم الكوفي. الرابع صالح بن أبي صالح أربعة. هذا النوع الرابع اتفق الاسم وكنية الأرض، في أربعة يسمون بصالح بن أبي صالح. نعم. الخامس محمد بن عبد الله الأنصاري اثنان، هنا اتفق الاسم واسم الأب والنسب. نعم. أحدهما المشهور صاحب الجزء وهو شيخ البخاري، والآخر ضعيف يكنى بأبي سلمة. نعم. مزي زاد عليهم ثالثا، العراقي زاد يعني رابعا مما يسمى محمد بن عبد الله الأنصاري. نعم. وهذا باب واسع كبير كثير الشعب يتحرر بالعمل والكشف عن الشيء في أوقاته. نعم. الحاجة إلى هذا المعنى يعني يحتاجه الطالب إذا مر به اسم من هذه الأسماء، فلا يسبق ذهنه إلى واحد مشهور يعرفه وقد يقصد به يعني آخر، كما اعتقدت سمعت الأخفش في أكثر من واحد أخفش، سمعت الخليل ما أكثر من يسمى بالخليل، وحينئذ تتأكد أن هذا قد يمر عليك في إسناد ويشكل عليك، تقول هذا تتصور هذا في المتقدمين وأنت ويكون الاسم المشهور في المتأخرين أو العكس، يعرف هذا بضبط هذا الباب مع ضبط تاريخ المواليد والوفيات. نعم. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وقد يدخل في هذا أيضا النوع الذي ذكره معرفة المفترق والمتفق في الأسماء والأنساب، نوع ليس أقل أهمية الاتفاق في الاسم المفرد ثم يترك بلا نسبة، كان يقال مثلا حماد أو يقال سفيان، في أكثر من حماد، حماد بن زيد بن سلم وسفيان بن عيينة والثوري، فيحدث هنا بعض الخلل ويضبط هذا بالمراجعة والبحث، لأنه قد يكون سفيان هذا لم يروي عن هذا الشيخ وإنما هذا سفيان الآخر، قد يكون حماد هذا يعني ليس له معرفة بهذا الروي وإنما يعرف هذا عن حماد الآخر. النوع الخامس والخمسون نوع يتركب من النوعين قبله، وللخطيب البغدادي فيه كتابه الذي وسمه بتلخيص المتشابه في الرسم، مثاله موسى بن علا بفتح. هذا نوع يتركب من النوعين قبله، يعني حاصله أن يتفق في الأسماء أو النسب في اللفظ والخط ويختلف بعد ذلك في اسم الأب، يعني يكون الاسم الأول متفقا والخلاف يقع في اسم الأب، ولهذا ذكر كتاب الخطيب واسمه تلخيص المتشابه في الرسم، ومثل له بموسى بن علي وموسى بن علي، موسى هو موسى لكن اسم الأب هذا علي وهذا علي. نعم. مثاله موسى بن علي بفتح العين جماعة، وموسى بن علي بضمها، مصري يروي عن التابعين. نعم. علي هذا يعني على سبيل التصغير، ويذكر أنه كان يكره من يسميه بالتصغير، لكن نحن نسميه لأن أهله سموه هكذا، أهله كانوا يخافون عليه لأنه كانوا يعيشون في زمان يعني بعض الأمويين كانوا يبغضون عليا في ذلك الوقت، فأهله سموه عليا كراهية يعني أن يعني يصيبه بعض الأذى في ذلك الزمان، فنحن نسميه وإن كره لأن هذا اسمه. نعم.
ومنه المخرمي والمخرمي، ومنه ثور بن يزيد الحمصي. يزيد الحمصي. ومنه ثور بن يزيد الحمصي وثور بن زيد الديلي الحجازي. الديلي. ثور بن زيد الديلي الحجازي. هذا من رجال الصحيحين. وأبو عمر الشيباني النحوي إسحاق بن مرار ويحيى بن أبي عمرو السيباني. الظاهر أنه أبو عمرو الشيباني بالواو. أبو عمرو الشيباني بالنحو. اسمه إسحاق بن مرار. وفي يحيى بن أبي عمرو الشيباني أيضا. عمر بن زرارة النيسابوري. عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. عمرو بن زرارة النيسابوري شيخ مسلم. وعمرو بن زرارة الحدثي يروي عنه أبو القاسم البغوي. وهذا عمرو بن زرارة الحدثي قد يعني يقال إنه عمر وليس عمرا، وقد يقال إنه عمرو وفي اسمه خلاف. النوع السادس والخمسون في صنف آخر مما تقدم، ومضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. نعم، هذا نوع صنف مما تقدم يعني يشمل على أكثر من يعني له علاقة بما تقدم، يسموه المشتبه المقلوب. المشتبه المقلوب يقع فيه الاشتباه في الذهن لا في الخط. اشتباه في الذهن يعني الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتميزون بالتقديم والتأخير، يعني يكون اسم واحد من الرواة كأب الآخر واسم الآخر ك يعني زي الوليد بن مسلم ومسلم بن الوليد. في حصلت عندك أحيانا تدخل هذا في هذا وتدخل هذا في ذلك، وقد يقع هذا للكبار كما حصل ل يعني انقلب مسلم بن الوليد المدني على الإمام البخاري نفسه فجعله مسلم جعله الوليد بن مسلم. وهذا الحافظ الخطيب فيه تصنيف يسمى رفع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب، ولهذا قال مضمونه في المتشابهين في الاسم واسم الأب أو النسبة مع المفارقة في المقارنة، هذا متقدم وهذا متأخر. مثاله يزيد بن الأسود خزاعي صحابي، ويزيد بن الأسود الجرشي. الجرشي. الجرشي أدرك الجاهلية وسكن الشام، هو الذي استسقى به معاوية. وأما الأسود بن يزيد فذاك تابعي من أصحاب ابن مسعود. هذا المثال، واحد اسمه يزيد بن الأسود هذا صحابي معروف، ويزيد بن الأسود تابعي مشهور من خيار التابعين استسقى به معاوية، يعني قدمه ليدعو لهم حين انقطع المطر. ويشكل مع هؤلاء الأسود ابن يزيد هذا تابعي من أصحاب ابن مسعود. فأحيانا الاسم لما تكرر على ذهنك تأتي في لحظة يشكل عليه يزيد بن الأسود بالأسود ابن يزيد، فإذا قيل لك الأسود ابن يزيد قلنا نعم الصحابي، وحين عند التركيز قل لا الصحابي اسمه يزيد بن الأسود وليس الأسود. طب تقول أيوة التابعي، وفي تابعي أسود بن يزيد وفي تابعي يزيد بن الأسود، فهذا اللي بيسموه المشتبه المقلوب. نعم. الوليد بن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي وشيخ الإمام أحمد، ولهم آخر بصري تابعي. لهم آخر بصري يعني للمحدثين أيضا اسم آخر بنفس الاسم الوليد بن مسلم بصري تابعي اللي هو أبو بشر. نعم. فأما مسلم بن الوليد بن رباح فذاك مدني يروي عنه الدراوردي وغيره. الدراوردي عبد العزيز الدراوردي يروي عنه الدراوردي وغيره، وقد وهم البخاري في تسميته له في تاريخه بالوليد بن مسلم والله أعلم. قلت وقد اعتنى شيخنا الحافظ المزي في تهذيبه ببيان ذلك وميز المتقدم والمتأخر من هؤلاء بيانا حسنا، وقد زدت عليه أشياء حسنة في كتابي التكميل ولله الحمد. كتاب الحافظ المزي تهذيب الكمال معروف، والشيخ ابن كثير يعني زاد عليه في كتاب التكميل أيضا أشياء حسنة، والمقصود من العناية بهذا النوع. النوع السابع والخمسون معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، وهم أقسام. أحدها المنسوبون إلى أمهاتهم كمعاذ ومعوذ ابن عفراء، وهما اللذان أثبت أبا جهل يوم بدر، وأمهم هذه عفراء بنت عبيد، وأبوهم الحارث بن رفاعة الأنصاري، ولهم آخر شقيق لهما عوذ ويقال عون وقيل عوف فالله أعلم. نعم، المنسوبين غير آبائهم، لأن الأصل الإنسان ينسب إلى أبيه.
أحيانا ينسب إلى أمه، إلى جده، إلى زوج أمه، إلى قبيلته، إلى أي نسبة، لكن هذا خلاف الأصل. وقد تشتهر هذه النسبة إلى غير أبيه، وقد يكون أبوه معروفا فيذكر أحيانا باسم أبيه، فالذي لا يعرف هذا يظن أن هذا غير هذا، بينما هو واحد. وحينئذ يحتاج إلى من فائدة هذا يعني رفع تعدد التوهم، أو رفع توهم التعدد الحادث من نسبة هؤلاء إلى آبائهم. وأعطاك مثال بمعاذ ومعوذ ابن عفراء في قصة بدر معروفان، أبوهم الحارث، فإذا قيل معاذ ابن الحارث ابن رفاعة تقول في معاذ ثاني ابن عفراء، هو هذا، بس هو مشهور بنسبته إلى أمي. ولهم آخر يعني شقيق واختلف في اسمه، والظاهر أنه هو عوف كما رجحه في الإصابة. نعم. بلال بن حمامة المؤذن رضي الله عنه أبوه رباح. نعم. كان مشهور في زمان ابن هو مشهور في زمان الآن أكثر بلال بن رباح، هو واحد المؤذن. ابن أم مكتوم الأعمى المؤذن أيضا، وقد كان يؤم أحيانا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غيبته، قيل اسمه عبد الله بن زائدة، وقيل عمرو بن قيس، وقيل غير ذلك. عبد الله بن اللتبية، وقيل الأتبية، صحابي. اللتبية أمه ليست أبا. سهيل بن بيضاء وأخواه منها سهل وصفوان، واسم بيضاء دعد، واسم أبيهم وهب. نعم. وإذن هي أمه أيضا سهيل بن بيضاء. نعم. شرحبيل بن حسنة أحد أمراء الصحابة على الشام، هي أمه وأبوه عبد الله بن المطاع الكندي. فلو قيل شرحبيل بن عبد الله بن المطاع هو نفسه شرحبيل بن حسنة. عبد الله بن بحينة، وهي أمه وأبوه مالك بن القش الأسدي. نعم. الأسدي، الأسدي من بني أسد، لكن الأسدي من الأسد اللي هم الأزد، أزد شنوعة، هذه قبيلة غير هذه. ولذلك إذا قلت عبد الله بن مالك ابن بحينة، لأنه ما حين يجمعوا بالاثنين، عبد الله بن مالك اللي هو أبوه وابن بحينة اللي هو مشهور بأمه، فيسمى أحيانا عبد الله بن مالك ابن بحينة، يجمعوا بين الاثنين بينسبونه لأبيه، ولأنه مشهور أكثر باسم أمه، لكن لما تكتب ابن بحينة تكتبها بالألف، لأن بحينة أمه، وتقدم هذا معنى أن الإنسان إذا نسب إلى أمه فالراجح وضع الألف، أما حذف الألف عند ابن حين يكون النسبة إلى الأب. ولهذا في القرآن عيسى بن مريم توضع الألف لأن مريم أمه وليست أبا. نعم. عشان لو كتبنا عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك ما نكتبش ألف مالك، لأن مالك أبوه، ونكتب ألف ابن بحينة. ابن بحينة تبقى منصوبة ما تبقاش مكسورة. عبد الله بن مالك، لا ابن بحينة أيضا على ابن على الصفة. سعد بن حبتة، هي أمه وأبوه بجير بن معاوية. ومن التابعين فمن بعدهم محمد بن الحنفية، واسمها خولة، وأبوه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا مشهور بنسبته لأمه أكثر، لكي يميزوا عن أولاد فاطمة قال محمد بن الحنفية، يعني الذي أنجبه علي رضي الله عنه من المرأة الحنفية التي تزوجها بعد موت فاطمة رضي الله عنه. إسماعيل بن علية، هي أمه وأبوه إبراهيم، وهو أحد أئمة الحديث والفقه ومن كبار الصالحين. مشهور إسماعيل بن علي من يعني رواة الكتب الست. ابن علي، علي أمه، وأبوه اسمه إبراهيم، إسماعيل بن إبراهيم ابن علي. نعم. قلت فأما ابن علية الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إسماعيل بن إبراهيم، وهذا قد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. هنا حصل يعني خطأ في التسمية، المفروض إبراهيم ابن إسماعيل، وإلا إسماعيل ابن إبراهيم هو نفسه الأول، إسماعيل ابن علي الإمام المشهور، له ابن اسمه إبراهيم، هو اسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن علي، وهذا إمام من الأئمة. إسماعيل هذا أنجب إبراهيم، فصار إبراهيم ابن إسماعيل ابن إبراهيم. الابن هو اللي مبتدع، ويعني كان جهميا جلدا، وله ترجمة في ميزان الاعتدال، ترجمة يعني شن عليه فيها بسوء مسلك. فعندك هنا خطأ في
تصويب كما في بعض النسخ إبراهيم ابن إسماعيل. فأما ابن علي الذي يعزو إليه كثير من الفقهاء فهو إبراهيم ابن إسماعيل هذا اللي هو اللي فات قبل سطر، لأن إسماعيل هذا الإمام، إبراهيم ابن إسماعيل هذا هو اللي قال يقول فيه وقد كان مبتدعا يقول بخلق القرآن. ابن هراسة، ابن هراسة أو بالكسر هراسة، ابن هراسة هو أبو إسحاق إبراهيم بن هراسة. قال الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري هي أمه واسم أبيه سلمة. ومن هؤلاء من قد ينسب إلى جدته كيعلى بن منية، كيعلى بن منية. قال الزبير بن بكار هي أم أبيه أمية. والجمهور أنها أمه وليست يعني جدته، الجمهور أنها أمه كما ذكر البخاري بن مديني بن جرير ورجحه ابن الزي وابن عبد البر، نقل هذا السيوطي في التدريب. وبشير بن الخصاصية اسم أبيه معبد، والخصاصية أم جده الثالث. الخصاصية بالتخفيف أو بالتجديد أيضا، خصاصية كلاهما. والمرأة هذه يعني أم جده الثالث. نعم. قال الشيخ أبو عمرو ومن أحدث ذلك عهدا شيخنا أبو أحمد عبد الوهاب بن علي البغدادي يعرف بابن سكينة وهي أم أبيه. قلت وكذلك شيخنا العلامة أبو العباس بن تيمية هي أم أحد أجداده الأبعدين وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني. يعني أيضا من المتأخرين من شيوخ المصنف شيخ الإسلام بن تيمية، وتيمية يعني جدة من جداته نسب إليه، ونسب أولاده يعني عامة النسب كل أبناء تيمية، وأبوه عالم وجده عالم وكلهم يعني يشتهر بهذه النسبة ابن تيمية لجدة بعيدة. ومنهم من ينسب إلى جده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو راكب على البغلة يركضها إلى نحر العدو وهو ينوه باسمه يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وهو رسول الله محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. يعني قد ينسب إلى جده، وهذا أيضا كثير، وأحيانا يعني فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم مع نفسه. نعم. وكأبي عبيدة بن الجراح وهو عامر بن عبد الله بن الجراح الفهري أحد العشرة وأول من لقب بأمير الأمراء بالشام، وكانت ولايته بعد خالد بن الوليد رضي الله عنهما. نعم. مجمع بن جارية، مجمع وبالفتح أيضا مجمع، مجمع بن جارية هو مجمع بن يزيد بن جارية، يعني كل هؤلاء نسبته إلى جده وليست إلى أبيه. نعم. ابن جريج هو عبد الله بن عبد العزيز بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب. أحمد بن حنبل هو أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني أحد الأئمة. نعم. يعني أيضا نسب إلى جده. أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن شيبة إبراهيم بن عثمان. ابن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد ابن أبي شيبة إبراهيم ابن عثمان العبسي صاحب المصنف، وكذا أخواه عثمان الحافظ والقاسم. أبو سعيد بن يونس صاحب تاريخ مصر هو عبد الرحمن بن أحمد ابن يونس ابن الأعلى الصدفي، ابن عبد الأعلى. وممن ينسب إلى غير أبيه المقداد بن الأسود وهو المقداد بن عمرو بن ثعلبة الكندي البهراني، والأسود هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه الزهري. هو ابن عبد يغوث الزهري، ابن عبد يغوث، هو ابن عبد يغوث الزهري وكان زوج أمه، وهو ربيبه فتبناه فنسب إليه. تبناه قبل أن يبطل الإسلام التبني كما هو معروف، فنسب إلى أبيه بالتبني. ثم قال الله تعالى ادعوهم لآبائهم، لكن كان اشتهر إنه المقداد بن الأسود، فلو قيل المقداد بن عمرو بن ثعلبة ما عرفه أحد، فنحن مضطرون للتسمية المشهورة مع معرفة أن الأسود ليس أبا. الحسن بن دينار هو الحسن بن واصل، ودينار زوج أمه،
وقال ابن أبي حاتم الحسن بن دينار بن واصل. يعني على قول ابن أبي حاتم أنه منسوب إلى يعني أبيه، لكن عند غير ابن أبي حاتم أنه أن دينار ليس أباه ولا جده، وإنما هو زوج أمه، وقد ينسب إلى زوج أمه من يعني كان ربيبا لزوج أمه وظنه الناس ابنه واشتهرت هذه التسمية. النوع 52 في النسب التي على خلاف ظاهرها. نعم، هنا النسبة تكون على خلاف ظاهرها، يعني تصور من النسبة شيء متبادل من اللفظ والحقيقة تكون غير هذا، كما يقال مثلا في يعني نعيش في طنطا وتلاقي واحد اسمه مثلا البغدادي، فالناس يتصور انه عراقي بينما هو يعني ليس عراقي، وقد يقال عن رجل اسمه مصري وهو يعيش مثلا في المغرب فيظن انه من اهل مصر وانما هو يعني من اهل بلده، وتكون هذه النسبه يعني يبحث في سببها. وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. عقبة بن عمرو البدري. وذلك كأبي مسعود عقبة بن عمرو البدري. زعم البخاري أنه ممن شهد بدرا وخالفه الجمهور قالوا إنما سكن بدرا فنسب إليها. يعني هل أبو مسعود عقبة بن عمرو البدري نسبة إلى أنه شهد بدرا ككثير من الصحابة الذين شهدوا بدرا لقبوا بهذا اللقب لشرف أهل بدر، أم أنه لما سكن بدرا ولم يكن من أهلها سمي البدري وليس ممن شهد بدرا؟ الجمهور قالوا بالثاني، والبخاري ومسلم قالوا بالأولى، والظاهر من كلام البخاري ومسلم هو الأصح، ولهذا يعني لا يصح التمثيل بهذا المثال على قول البخاري ومسلم. سليمان بن طرخان التيمي لم يكن منهم وإنما نزل فيهم فنسب إليهم، وقد كان من موالي بني مرة. نعم، سليمان بن طرخان أيضا أبو المعتمد التيمي. إذن هل ينسب إلى يعني تيم أم أنه يعني نزل فيهم؟ إذن حتى لا يفهم من التيمي أنه من التيميين. نعم. أبو خالد الدالاني بطن من همدان نزل فيهم أيضا وإنما كان من موالي بني أسد. يعني هو أسدي وليس يعني دالانيا. إبراهيم بن يزيد الخوزي إنما نزل شعب الخوز بمكة. نعم، إذن الخوزي نسبة إلى شعب الخوز، نعم، وليس إلى القبيلة. عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي. نعم، وهم بطن من فزارة نزل في جبانتهم بالكوفة. نعم. محمد بن سنان العواقي بطن من عبد القيس وهو باهلي لكنه نزل عندهم بالبصرة. أحمد بن يوسف السلمي شيخ مسلم هو أزدي ولكنه نسب إلى قبيلة أمه، وكذلك حفيده أبو عمرو إسماعيل بن جيد السلمي حفيد هذا السلمي، والكلام انتهى. ثم قال حفيد هذا ومن يعني من أحفاد هذا الأخير أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي. حفيد هذا أبو عبد الرحمن السلمي الصوفي، وهذا الصوفي متكلم فيه ومتهم وله كلام كثير يعني مما يعاب عليه لإغراقه في التصوف، له كلام ظاهره يعني كفر كما في كتابه المشهور. نعم. ومن ذلك مقسم مولى ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس مقسم ومن ذلك مقسم مولى ابن عباس للزومه له وإنما هو مولى لعبد الله بن الحارث بن نوفل. من كثرة ملازمته لابن عباس ظنوه مولى من مواليه كعكرمة وغيره، ولم يكن مولى لابن عباس وإنما كان يطلب العلم يعني على يديه، لكن هو مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل. نعم. وخالد بن الحذاء إنما قيل له ذلك لجلوسه عندهم، ويزيد الفقير لأن خالد الحذاء ليس حذاء وإنما يعني قيل له ذلك لأنه كان يجلس عند الحذائين، وقال بعضهم بل أنه كان يكثر أن يقول يعني أحذو على هذا النحو أحذو على هذا النحو، سمي الحذاء. أحيانا سلم يتكلم بكلمة بكثرة يعني ينسب إليها. ويزيد الفقير لأنه كان يألم من فقار ظهره. من فقار ظهره سمي فقيرا، وقد يسمى فلان الطويل وليس طويلا، قد يسمى فلان الضعيف لضعف جسمه وليس لضعف في يعني الرواية.
إذن هذه يعني تعرف وتضبط. النوع 59 في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء، وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما. وهذا المبهمات من أسماء الرجال والنساء، هناك في كتب الرجال فصول خاصة للمبهمات، يعني أحيانا يقول لك عن عطاء بن أبي رباح عن رجل، تقول مين هذا الرجل؟ ففي كتب الرجال تعنى خاصة إذا تكرر أن الراوي يروي عن رجل أو عن اسم مبهم، تجد في كتب الرجال يعني بحث في هذه المبهمات، يقول الرجل الذي يذكر دائما عطاء عن رجل اسمه فلان، وفائدة هذا أن نعرف إن كان فلاناً هذا ثقة يصح الإسناد، وإن كان غير ثقة فلا نقبل الإسناد، فربما يعني يذكرون الرجل فنقبل الرواية أو نتوقف فيها، وقد لا يتسنى لهم أن يذكروا من هذا يعني الرجل المبهم. ولهذا صنف الحافظ عبد الغني كتاب اسمه الغوامض والمبهمات، وصنف أيضاً الخطيب البغدادي كتاب اسمه المكمل في بيان المهمل، لكن كتاب البغدادي عسير في تحصيل الفائدة. لماذا؟ لأن الخطيب البغدادي رتب المكمل على حروف المعجم في الشخص المبهم، يعني هو بعد ما كتب المبهمات فرتبها ترتيب معجمي على الشخص المبهم، وأنا لما أبحث فيه، ما أنا لو عارف المبهم ما كنت فتحت أصلاً هذا الكتاب. واضح الإشكال اللي عند الخطيب، أنه لما جاء بالأسماء المبهمة رتب الكتاب على تفسير الأسماء المبهمة وليس على تفسير الرواة الذين، وبالتالي صار البحث فيه يعني عسيرا. ولهذا أحسن الكتب في هذا كتاب أبي زرعة العراقي اسمه المستفاد من مبهمات المتن والإسناد، لأنه رتبه على الأبواب الفقهية، كتاب أبي زرعة العراقي. وأيضا كتاب هدي الساري مقدمة فتح الباري له في هذا يعني فصل خاص في المبهمات في مقدمة البخاري، لكن هذا طبعا إشكاله أنه هو خاص بكتاب الصحيح ولم يتكلم فيه يعني غيره من الكتب. نعم. وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طرق الحديث، كحديث ابن عباس أن رجلا قال يا رسول الله الحج كل عام، هو الأقرع بن حابس كما جاء في رواية أخرى. يعني الذين يصنفون هذه الكتب في معرفة المبهمات من أين يأتون بالمبهم؟ يبحث في الروايات حتى يقف على رواية أخرى تم تسمية هذا المبهم، فيعود إلى الرواية التي فيها يعني الاسم مبهم، فيقول فلان هذا الرجل هذا هو يعني فلان الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم أفي كل عام يا رسول الله، مذكور أنه الأقرع بن حابس في روايات أخرى. نعم. وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. يعني حديث أبي سعيد في الرقية هو أراد يعني ألا يذكر أنه هو الذي فعل هذا، إما من باب يعني عدم يعني إظهار العمل أو من باب إخفاء العمل أو يعني تحرج أو أراد أن يعني لا يعرف بنفسه، قال فرقاه رجل منهم، مع أنه هو نفسه الراوي هو اللي رقى. يعرف هذا من رواية أخرى أن الراقي كان يعني كان هو نفسه أبو سعيد الخدري. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم، وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في الإسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فوردت تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره فهذا أنفع ما في هذا. وهذا الكلام الأخير يضحك الكلام الذي قاله قبل قليل من فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم، بل هو يعني كثير الجدوى وليس قليل الجدوى، خصوصا إذا كان في الحالة التي ذكرها المصنف نفسه، قال رفع الإبهام في إسناد عن فلان عن أبيه أو عن عمه أو عن أمه، إذن نتوقف صحة الإسناد عن معرفة يعني هل أمه أو عمه، هل هؤلاء من
المقبولين في الرواية أم أنهم من المردودين؟ ولهذا يعني قد يكون له فوائد أخرى، أحيانا يكون في نقيصة في شخص معين، وهذا في زمن الصحابة، فنبقى في حرج، لا نحب أن يعني يسأل الصحابة. فإذا عرفنا من هذا المبهم وعرفنا أن رجل من المنافقين مثلا، قلنا الحمد لله ده طلع منافق ما طلعش من الصحابة، فإحنا هنا درأنا عن الصحابة ما يعني لا يليق بهم. أو تكون القصة أحيانا يكون فيها نوع من المدح أو فنقول والله هذه يعني منقبة لفلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون فيها جفاوة، تكلم بطريقة غير لائقة، فنقول له لما يطلع أعرابي نقول معلش ما هو الأعراب يتحمل منهم مثل هذا، لكن لا تصور هذا مثلا من أبي بكر أو من عمر أو من الصحابة يعني غير الأعراب. إذن هذه كلها فوائد يعني تزيل إشكالات في النفس أحيانا، تدفع أو يدفع هذا الإشكال معرفة هذا المبهم من هو. النوع الموافق 60 معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس، فيتحرر المتصل والمنقطع وغير ذلك. قال سفيان الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. وقال حفص بن غياث إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. نعم، هذا الباب المهم، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمارهم. يعني المهم أن تعرف كل راوي متى ولد ومتى توفي وكم كان عمره، لأن هذا ليس فقط يعني يدلك على انقطاع الإسناد أو اتصاله، هذا واضح، لكن أحسن من هذا أو أهم أو لا يقل أهمية عن هذا أيضا أنك تستعمله في فوائد أخرى مهمة تظهر ربما نشير إليها على حسب ذكر. ولهذا نقل عن الثوري لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ، يعني كيف تروي عن فلان وانت ميت أو انت مولود بعد وفاته بعشرين سنة مثلا، كيف سمعت منه؟ إذن هذا في انقطاع، أو يقال إن هذا كذاب إذا قال حدثني فلان أو سمعت فلانا وهو لم يعش في زمانه، كما قال الذهبي في رتن الهندي: رتن وما رتن دجال من الدجاجلة، ادعى الصحبة بعد 200 عام من الهجرة، يعني واحد جاي سنة 200 وشوية أنا لقيت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، كيف عرفنا هذا بالتاريخ؟ وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد بن حميد سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، فقلت لأصحابنا إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. نعم، إذن هو حكمه بالتاريخ ومن خلال معرفة التاريخ عرف كيف يعني يكذب. قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيره من العرب. يعني حسان 120 وأبوه ثابت 120 والمنذر 120 وحرام جد أبيه 120، وهذا أيضا لم يتفق إلا لحكيم بن حزام، وإن كان السيوطي أيضا نبه إلى أن غيره قد شاركهما في ذلك وذكر مثل حويط بن عبد العزة وسعيد بن يربوع ومخرمة بن نوفل وغيره. نعم. قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا. وإنما أراد أن 4 نسقا يعيش كل منهم 120 سنة لم يتفق هذا في غيرهم. يعني هذا من الملح، يعني يقال فلان عاش كذا وأبوه أيضا عاش كذا، هذا من الملح. وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. وهذا معروف في أخبار سلمان رحمه الله، لكن هذا الكلام فيه نظر، ولهذا الإجماع هذا ينظر فيه، وإلا فالذهبي نفسه في التاريخ ذكر أنه عاش 250 سلمان رضي الله عنه، ولما ترجم له في سير أعلام النبلاء رجع في هذا وقال أنه عاش
يعني 74 سنة، وما أراه جاوز 100. فمن كان عنده علم فليفيدنا كلام الذهب. ثم رجع في سير أعلام النبلاء عما ذكره في التاريخ، هو نفسه قال وأنا الآن يعني قال وذكرت في تاريخ الكبير أنه عاش 250 سنة وأنا الساعة راجع عن هذا، لا أرتضيه ولا أصحيح. إذن يعني قلت الإجماع أن سلمان عاش 250، وهذا الكلام يعني فيه نظر. وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان بعض من الناس، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة. وأبو بكر نعم. لم يختلفوا في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، إنما اختلفوا في التاريخ، فالجمهور على أنه في 12 من ربيع الأول، وقال بعضهم كموسى بن عقبة والليث وغيرهم بل في مستهل ربيع، وقال سليمان التيمي 2 من ربيع. نعم. وأبو بكر عن 63 أيضا في جماد الأولى 13. في جماد الأولى؟ في جماد الأولى 13. أيضا أبو بكر مات عن 63 سنة، ويعني عشية ليلة الثلاثاء لسمان اليقين من جماد الآخرة. وعمر عن 63 أيضا في ذي الحجة 23. نعم، يوم الجمعة آخر يوم من ذي الحجة، ودفن يوم السبت مستهل للمحارم، وأيضا عن 63. فيكون أبو بكر وعمر وعلي أيضا مات في نفس السن النبي صلى الله عليه وسلم في 63. نعم. قلت وكان عمر أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ، وكان أمره بذلك في 16 من الهجرة. يعني قبل 16 من الهجرة، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وانتهاء خلافة أبي بكر، وبعد سنوات قليلة من خلافة عمر، بدأ يفكر في كيفية التاريخ، لأن الناس كانوا يؤرخون بالأحداث، يؤرخون بعام الفيل، يؤرخون بحرب من الحروب، فجمعهم عمر على التاريخ الهجري، وما زلنا على هذا، وصار التاريخ الهجري شعارا للمسلمين لا ينبغي تركه، ولا يصح لهم ولا يجوز ولا يليق أن يؤرخوا بتاريخ الكفار كما نفعل نحن الآن، لما ينبغي العودة إلى يعني تاريخنا نحن المسلمين. وقتل عثمان بن عفان وقد جاوز 80، وقيل قد بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 على 63 في قول، وطلحة والزبير قتل يوم الجمل 36، قال الحاكم وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 75، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد 51 وله 74، وعبد الرحمن بن عوف عن 75، وأبو عبيدة 18، وأبو عبيدة 18 وله 58 وله 58 رضي الله عنهم أجمعين. هؤلاء العشرة الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، العشرة المشهورون بالجنة، معرفة يعني مواليدهم ووفياتهم، بل معرفة يعني الزمان الذي كانوا فيه حول النبي صلى الله عليه وسلم مهمة، تعرف هذا من وفياتهم. فإذا قلت مثلا أبو بكر مات يعني على 63 وخلفته 2، تعرف أنه كان عنده عند موت النبي صلى الله عليه وسلم 61 سنة، هو قريب السن من النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل عثمان أيضا كان في نحو يعني 60. وبقية الصحابة كان أبو عبيدة عنده في هذا الوقت، الآن تركنا الوفيات مذكورة، لكن أنت ممكن تحسب حساب الوفيات وتطرح منهم يعني 10 لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تعرف كم كان عمرهم عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تعرف في بداية الهجرة اللي هي مرحلة بناء الدولة كيف كان أعمار هؤلاء. شيل كمان 10 سنين اللي هم ذهبوا اللي هي تاريخ الهجرة، هتجد مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم مات وأبو بكر عنده 61 سنة، وعمر عنده 50 سنة، وأبو عبيدة 50 سنة، وعبد الرحمن 53 سنة، وبقية العشرة كانوا شباب. تجد أن علي كان عنده 33 سنة عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن سعد كان عنده، وأيضا سعيد بن زيد كان عنده 33 سنة،
وسعد بن أبي وقاص كان أصغرهم 28 سنة، وطلحة والزبير كانوا 38 سنة. طب لو شلت 10 سنين تقول مثلا ده طلحة عند الهجرة من مكة كان عمر عنده 40 سنة، وكان طلحة والزبير عندهم 28 سنة، وكان علي عنده 23 سنة، وكان سعد عنده 18 سنة. يبقى تعرف إن لحظات قيام الدولة قامت فعلاً على هؤلاء الصحابة ومن في طبقاتهم وكانوا عمتهم من الشباب، وهذا طبعاً يدلك على ثم تعود فتسقط هذا على نفسك، تلحق تعمل حاجة في شبابك قبل أن يعني ثم تجد نفسك يعني قد شبت تقول والله قد يكون يعني ادخر الله عز وجل لي شيئاً، يعني لأنه ليس هناك قانون يعني لا ينخرم في هذا، لكن من المهم يعني معرفة هذه المعاني. قلت وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67. وأما عبد الله بن مسعود العبادلة الأربعة ابن عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عمرو، وهذه وفياته، وأيضا تستطيع أن تعرف يعني كيف أو كم كانت أسنانه عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس كان يناهز الاحتلال. نعم. وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري حيث عده منهم، وقد كانت وفاته سنة 31. لم يعد بن مسعود منهم لأنه تقدم يعني وفاته قبلهم بكثير. مسعود سنة 31 وتين في 68 وحاجة و 73. نعم. قال ابن الصلاح الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61 و100، وله 64 سنة. هو اعتبر أن المذاهب المتبوعة خمسة وليست أربعة، لأن الثوري كان له مقلدون إلى ما بعد 500، كانوا يقلدون سفيان الثوري ثم انقرض يعني المذهب. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79 و100، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50 و100، وله 70 سنة. وتوفي الشافعي محمد بن إدريس بمصر سنة 400 و200 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 و200 عن 77 سنة. إذن هذه وفيات الأئمة الأربعة، وأقلهم عمرا الإمام الشافعي رحمه الله عاش 54 سنة، ومع هذا فهو مجدد المئة الثانية بالإجماع، لأنه مات على رأس 100، يعني أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاتفق يعني هذا لمحمد بن إدريس الشافعي لأنه مات سنة يعني 40 و200، بينما يعني مات غيره في أثناء القرن وليس على رأس القرن من الأئمة الأربعة، فهو كان أقلهم يعني عمرا إلا أنه يعني حظي بهذه الميزة. نعم. قلت وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو 200 سنة، وكانت وفاته سنة 57 و100 ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. يعني هناك مذاهب انقرضت كما ذكر عن الثوري، وكما أيضا كان الأوزاعي رحمه الله الأوزاعي دخل الحمام فأغلق صاحبه عليه وظن أنه ليس بالحمام أحد فمات من يعني الاختناق، ويعني كان له أتباع ثم انقرض مذهبه، وكذلك مذهب إسحاق بن راهوي وانقرضوا، وكذلك كان للطبري المفسر له أصحاب أيضا وأتباع يسمون الجريرية ثم انقرض هذا المذهب، كذلك داود الظاهري كان له كذلك، وليث بن سعد أيضا بمصر كان له مذهب ثم تركه أصحابه ويعني نحو إلى منح الشافعي، وكذلك سفيان بن عيينة كان له مذهب، كل هذه المذاهب انقرضت ولم يبقى إلا المذاهب الأربعة، وبقاء المذاهب الأربعة ببقاء يعني أصحاب الأئمة الأربعة الذين أكثروا من النقل عنهم والروايات ونقل الفتاوى وتخريجات المذهب، فبقيت هذه المذاهب. ومعلوم أن هذه المذاهب ليست أديانا مختلفة، وإنما هي اجتهادات في يعني مسائل الفروع، وأن أصحابها لم يأمروا الناس بتقليدهم واتباعهم وترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي طرق نتعلم عليه، يتدرب طالب العلم على مسائل العلم من خلال أصول المذهب، لكن هو يدين ويفتي أيضا إذا صار إلى الفتوى،
بما يعني صح عنده من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك إسحاق بن راهويه قد كان إماما متبعا له طائفة. أحسن أن نقول راهوية باعتبار أننا في مجلس حديث، أهل اللغة يقولون راهويه وأهل الحديث يقولون راهوية بهذا وفي أمثاله. فإذا كنت في درس حديث فوافق أهل الحديث على كلام إسحاق بن راهوية، وإذا كنا في درس لغة نقول راهويه كسيبويه ونفطويه وخالويه. وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 77 سنة. قال ابن صلاح الرابع أصحاب كتب الحديث الخمسة. الرابع يعني مما يتعلق معرفة الوفيات كما ذكر في الأول النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، ثم يعني ذكر العبادلة، ثم ذكر الأئمة المتبوعين، يذكر هنا أيضا أصحاب كتب الحديث الخمسة، لأنه في هذا الوقت لم يكن اشتهر إضافة الكتاب السادس هو كتاب ابن ماجه، إلا أن نحن نقول الكتب الستة بإضافة ابن ماجه. نعم. البخاري ولد سنة 94 و100 ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك. خرتنك يعني طلب منه والي بخار أن يحمل التاريخ والجامع إليه ليسمعه ويسمع أولاده، فأبى هذا البخاري فقال أنا لا أزيد العلم، إما أن يأتي إلي أو يأتي إلى المسجد، أنا لا أخرج إلى أبواب السلاطين. فحدث الجف بينه وبين الوالي فخرج من البلد، وفي هذه القرية يعني سأل الله تعالى أن يقبضه فمات رحمه الله. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة، وأبو داود سنة 75 و200، الترمذي بعده ب4 سنين سنة 79، أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. النسائي رحمه الله صنف السنن الكبرى وأهداها إلى أمير الرملة، وكان كتابا كبيرا أكبر من كتاب المعروف، فقال له الأمير أكل ما فيها صحيح؟ قال لا، بل فيها الصحيح والحسن وما يقاربهم، فطلب منه الأمير أن ينقي له الصحيح، قال ميز لي الصحيح من غيره، فاختصر منها المجتمع اللي هو السنن المشهورة عن سنن النسائي الذي بين أيدينا، هذا غير السنن الكبرى، السنن الكبرى أكبر المجتمع من السنن الكبرى اللي هي سنن النسائي المشهورة، هذا تسمى الصورة التي تدخل معنا في هذه الكتب. نعم. قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، السنن الأربعة بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب قوي التبويب في الفقه، وقد كانت وفاته يعني كتاب ابن ماجه قوي التبويب في الفقه يقصد كتاب ابن ماجه، وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. يعني صارت الكتب الأربعة هذه السنن مع الصحيحين الكتب الستة التي اعتنوا بها في مثل كتاب يعني المزي وغيره من كتب الأطراف المعروف تحفة الأشراف وغيره، قامت على الكتب الستة المعروفة الصحيحين والسنن الأربعة. قال الخامس سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. هذا الدارقطني نسبة إلى دار القطن محلة ببغداد، إمام مشهور له يعني مصنفات معروفة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45 وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر النمري توفي سنة 63 و400 عن 95 سنة. أبو عمر النمري هو الإمام ابن عبد البر صاحب الاستذكار والتمهيد وغيرهم. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 و400 عن 74 سنة.
بيهق يعني كور بنواحي نيسور منها البيهق. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71. قلت قد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث. يعني أرد أن يضيف بعض الأئمة غير ما ذكر الحافظ يريد ابن كثير أن يتم من بعض الأئمة أيضا على ما ذكره ابن الصلاح. كالطبراني وقد توفي 63 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي توفي 37، والحافظ أبي بكر البزار توفي 92، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي 111 صاحب الصحيح. يعني الصحيح تجاوزاً، وإذا لا يطلق الصحيح وإن كان سمي بالصحيح، لكن فيه الصحيح وغير الصحيح كتاب ابن خزيمة المعروف. وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضاً، وكانت وفاته 54. والحافظ بن حبان تلميذ ابن خزيمة. والحافظ أبو أحمد بن عدي أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي 67. نعم، هذه يعني بعض الشخصيات المهمة التي كان له غناء في الإسلام، له كتب معروفة أو مواقف مشهودة ذكر يعني معرفة وفياته. النوع 61 معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيرهم. وهذا الفن من أهم العلوم وأعلاها وأنفعها، إذ به تعرف صحة سند الحديث من ضعفه. وقد صنف الناس في ذلك قديما وحديثا كتبا كثيرة، من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم وابن حبان كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، وكتاب الكامل لابن عدي. هذا الباب مهم، معرفة الثقات والضعفاء من الرواة وغيره، كتب مصنفة في الثقات وكتب مصنفة في الضعفاء، وقد أشار إلى بعضها. من أنفعها كتاب ابن أبي حاتم، كتاب ابن أبي حاتم يعني في التاريخ معروف، وقبله أيضا تاريخ البخاري رحمه الله تعالى. وابن أبي حاتم يعني أنفع في أنه ربما ذكر الحكم على الرجل، وكتاب البخاري أنفع في أنه ربما ذكر العلل في بعض الأحاديث، وربما ذكر أيضا مواضع الانقطاع في السند. كتاب ابن حبان له كتابان نافعان، أحدهما في الثقات والآخر في الضعفاء، لكن ابن حبان شأنه عجيب، متشدد عندما يتكلم في الضعفاء ومتساهل حينما يتكلم في الثقات، ولهذا قد يعني يذكر الرجل في كتابه الثقات وهو أشبه بالمجهول، وقد يعني يشدد في تضعيف الرجل ولا يكون بهذا الضعف. ومن المهم معرفة يعني خطة كل واحد في كتابه وما له وما عليه. كتاب الكامل ابن عدي أيضا من أحسن الكتب المصنفة في الضعفاء. نعم. والتواريخ المشهورة ومن أجلها تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب، وتاريخ دمشق للحافظ أبي القاسم بن عساكر، وتهذيب شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي، وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي. هذه الكتب كلها تعنى بالرجال، يعني تاريخ بغداد يسمى تاريخ الدنيا في الحقيقة، لأن بغداد في هذا الوقت كانت حاضرة الإسلام، فما من أحد من أهل العلم إلا ورحل إليه. ليس معنى تاريخ بغداد أهل بغداد، وإنما كل من دخل بغداد حتى لو من غير أهلها، وفي هذا الوقت كانت بغداد حاضرة الدنيا. كذلك في زمان دمشق تاريخ دمشق، وكذلك تهذيب الحافظ المزي فيه أيضا ميزان الاعتدال للذهبي. كل هذه الكتب وما تفرع عليها بعد هذا من كتب ابن حجر وغيره، هذه الكتب تصنيفها في ذهن طالب العلم يعرف من إذا أردت يعني أبحث في الثقات أين أبحث، في الضعفاء أين أبحث، في التراجم أين أبحث، في الطبقات أين أبحث. كل هذا من المهم أن يكون طالب علم عنده معرفة إجمالية به، وعنده معرفة خصوصية في ميزات كل كتاب وعيوبه، وعنده معرفة بأهم الكتب في هذا الفن وماذا يمثل هذا الكتاب بالنسبة لهذا الفن. وميزان شيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي، وقد جمعت بينهما وزدت في تحرير الجرح والتعديل عليهما،
في كتاب وسميته التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، وهو من أنفع شيء للفقيه البارع وكذلك للمحدث. للمحدث واضح، فما بال الفقيه؟ لأن الفقيه لا يتكلم في فقه المسألة إلا بعد أن يتأكد من صحة الدليل، فهو يحتاج لمعرفة يعني درجة الحديث من صحته أو عدم صحته حتى يتسنى له قبوله في المسألة كدليل صحيح أو عدم قبول. وليس الكلام في جرح الرجال على وجه النصيحة لله ولرسوله ولكتابه والمؤمنين بغيبة، بل هنا بقى الغيبة بغيبة فاتت كانت الغيبة صحيح، لكن هذه غيبة. بل يثاب بتعاطي ذلك إذا قصد به ذلك. نعم، يعني لا حرج من الكلام في الرجال وأن هذا كذاب وأن هذا ضعيف، هذا ليس من الغيب، بل يعني هذا من النصيحة في الدين. ولهذا كان الشعب يقول يعني كأنه يعني يلمس هؤلاء الذين ينكرون عليه، يقول هلوم نغتب في الله، هذه غيبة في الله. ولا هي ليست غيبة، لكن إذا سميتها أنت غيبة فهذا ليس بصحيح، لأننا حين نقصد الذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم نقول فلان لا تأخذوا منه، هذا ليس من الغيبة. ومعلوم أن من المواطن التي يعني تستثنى من الغيبة القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة المنكر. فهذا التعريف والتحذير من الرواة الكذابين هذا ليس بغيبة. وقد قيل ليحيى بن سعيد القطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك يوم القيامة؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي يومئذ يقول لي لما لم تذب الكذب عن حديثي. نعم، يعني ابن معين أو يحيى القطان لا يتحرج من مثل هذا أن يترك الرواية عن الضعفاء لأنه يفر من خصومة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فقد سمع أبو تراب النخشبي أحمد بن حنبل وهو يتكلم في بعض الرواة، فقال له: أتغتاب العلماء؟ فقال له: ويحك، هذا نصيحة ليس هذا غيبة. نعم، أبو تراب هذا من أئمة الزهادة، فيعني كأنه يتحرش الإمام أحمد بين له أن هذا ليس موطن حرج، هذا ليس غيبة، هذه نصيحة. ويقال إن أول من تصدى للكلام في الرواة شعبة بن الحجاج، وتبعه يحيى بن سعيد القطان، ثم تلامذته أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وعمر بن علي الفلاس وغيرهم. وقد تكلم في ذلك مالك وهشام بن عروة وجماعة من السلف، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يعني هذا السرد لأوائل من تكلم في هذا الباب، وإلا قبل هؤلاء تكلم حتى الصحابة رضي الله عنهم. كان ابن عباس أحيانا يعني لا يستمع لبعض من يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني وقال قولته المشهورة: إن كنا إذا سمعنا أحدا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرناه بأبصارنا، فلما ركب الناس الصعب والذلول توقفنا. يعني بدأ الحرج من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في زمان الصحابة، لكن كان الكذب قليلا، لما كثر الكذب فيما بعد كثر المتكلمون في التصحيح والتضعيف ورد يعني رواية الرواة وقبولها على النحو الذي عرف من شعبة ومن بعده من طبقاته والطبقات التي تليها. وقد تكلم بعضهم في غيره فلم يعتبر لما بينهما من العداوة المعلومة، وقد ذكرنا من أمثلة ذلك كلام محمد بن إسحاق في الإمام مالك، وكذا كلام مالك فيه، وقد وسع السهيل القول في ذلك، وكذلك كلام النساء في أحمد بن صالح المصري حين منعه من حضور مجلسه. يعني منع أحمد بن صالح النساء من حضور مجلسه، فالنساء تكلم فيه وقال إن يحيى بن معين يقول إنه كذاب، مع أن يحيى بن معين تكلم في أحمد بن صالح آخر، وحصل وقع بينهم كلام بعضهم في بعض. هذا يسمى باب رواية الأقران، إذا وجدت اثنين من الأقران يتكلم بعضهم في بعض وبحثت في المسألة وجدت أن هذا نتيجة دخول الشيطان بينهما، كما دخل بين أحمد بن صالح المصري والإمام النسائي، وبين الإمام مالك ومحمد بن إسحاق أو مالك وابن أبي ذئب أو نحو ذلك. هذا العلماء توقفوا فيه ولم يقبلوا كلام الأقران بعضهم في بعض، ليس مطلقا، ولكن إذا كان هناك يعني قرائن تدل على أن هذا الكلام إما يعني نتيجة سوء الظن أو سوء الفهم، أو أحيانا يعني ما يقع من الأقران أو بين الأقران من معاني يعني التنافس
نحو ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره، إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض، كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك لم تقبل. نعم، معرفة من اختلط في آخر عمره، اختلط يعني ذهب عنه درجة الضبط التي تليق بالثقات، حصل عنده يعني آفة أضعفت يعني حفظه وتمييزه، ومعرفة هذا الباب من الأمور المهمة أن يترتب عليه تصحيح الحديث أو تضعيف ولهذا اعتنى العلماء بذلك، وصنفت فيه كتب يعني كتاب الحافظ العلائي وكتاب الحازمي وغيرهم. يقول إما لخوف يعني فزع فاختلط بسبب يعني هذا الفزع، أو ضرر في الجسم أو مرض أو يعني عرض وقع له، يعني مات ابنه وسرق ماله كما حصل لبعض الناس، احترقت كتبه أو نحو ذلك، فأصابته يعني حالة من الاختلاط، فيصبح يعني في هذه الحالة غير يعني كامل الأهلية للرواية، حينئذ من يروي عنه بعد الاختلاط لا يكون روايته مقبولة، ولو أحسن إليه أهله وأولاده لحجبوه إذا حصل له اختلاط كما حصل لبعض الرواة، فتكون روايته كلها صحيحة. وأما إذا لم يحجب وصار يتكلم فإنه يميز في الراوي، إن كان روى عنه قبل الاختلاط وكان هو في الأصل ثقة فإن الرواية قبل الاختلاط مقبول، وإن كان روى عنه بعد الاختلاط فإن الرواية بعد أن اختلط غير مقبولة. ولهذا قال كعبد الله بن لهيعة وغير، قال لما ذهبت كتبه اختلط في عقله، وهذا إما حزنا عليها أو لأنه كان اعتماده الأصلي على الكتب أكثر من الحفظ، أو يعني للاثنين. ولهذا يعني باب الاختلاط هذا فيه عبرة لطالب العلم عموما، أن الإنسان يعني لا يدري كيف، يعني حتى عقله نعمة من نعم الله عز وجل، بإمكانه في لحظة أن يصبح بلا عقل بلا تركيز بلا فهم، وفي هذه يعني أو في هذا ما فيه من العبرة. كم رأينا من ناس كانوا في غاية يعني الفهم والتركيز ثم أصابوا يعني شيء من هذا. وممن اختلط بآخره عطاء بن السائب أخرة، وممن اختلط بآخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، يعني من أبي إسحاق، يعني سمع ابن عيينة من أبي إسحاق بعد ذلك، وبالتالي رواية ابن عيينة عن أبي إسحاق السبيعي فيها إشكال لأنه روى عنه بعد الاختلاط. كذلك زهير بن معاوية سمع من أبي إسحاق بعد الاختلاط. وسعيد بن أبي عروبة، وكان سماع وكيع والمعافى بن عمران منه بعد اختلاطه، والمسعودي وربيعة وصالح مولى التوأمة. مسعودي عبد الرحمن بن عبد الله المسعود، وربيعة شيخ الإمام مالك، ربيعة بن أبي عبد الرحمن. نعم. وصالح مولى التوأمة وحسين بن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين قاله يحيى القطان، وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين. ولكن عبد الوهاب الثقفي ممن يعني من الرواة الذين لما اختلطوا منعهم أولادهم، وبالتالي الرواية عنه كلها لا إشكال فيها لأنه لم يضر اختلاطه، لأنه منذ أن اختلط وقد حجبه أولاده عن الرواية. كذلك جرير بن حازم وإبراهيم بن أبي العباس حصل نفس الكلام، منعوا من الرواية. لا شك أن هذا أرفق بالعلم وأهله. نعم. وعبد الرزاق بن همام قال أحمد بن حنبل: اختلط بعدما عمي، فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء. نعم، يقولون في عبد الرزاق الحد الفاصل سنة 200، من سمع منه بعد 200 فيعني قد سمع منه بعد أن اختلط، ومن سمع قبل ذلك فالرواية صحيحة. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق بن إبراهيم الدبري
عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعد اختلاطه. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين وعارم اختلط بأخرة. وعارم أيضا، نعم. وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي وأبو أحمد الغطريفي وأبو بكر، نعم، وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى كان لا يدري ما يقرأ. نعم، من كان من هذا القبيل يعني أصابه الاختلاط محتجا به في الصحيحين، كيف نحمد رواية الصحيحين؟ نحمد رواية الصحيحين على أن الرواية كانت قبل الاختلاط، هذا ظهر. وبعض الأهل العلم كان يحدث له ما يشبه الاختلاط ثم يفيق منه، يعني اختلاط يعني مرض طارئ يذهب معه يعني عقله ثم يعود، كما حصل لمعمر بن راشد لما احتجم على هامته ثم ذهب عقله ثم إنه عوفي بعد ذلك. البرهان الحلبي أصابه الفالج يعني مثل الشلل، ثم يعني حتى نسي كل شيء حتى الفاتحة، ثم إنه عاد فعوفي بعد ذلك. نعم، إذا مثل هذا إذا عاد إليه عقل لا إشكال، لكن لو استمر الاختلاط فإن الراوي عنه بعد الاختلاط لا يكون مقبولا، والرواية عنه قبل الاختلاط كان في أصله ثقة مقبول، وما يروى يعني عن هؤلاء في الصحيحين فهو محمول على الرواية في غير حال الاختلاط. نعم. النوع 63، معرفة الطبقات. وذلك أمر مصطلحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة ثم التابعون بعدهم كذلك، ويستشهد على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة. نعم، الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، وفي الاصطلاح القوم الذين يعني تقاربوا في السن واشتركوا في الأخذ عن الشيوخ، بأن يكون شيوخ هذا هم نفس شيوخ الآخر أو يقاربون شيوخهم، هذا معنى الطبقة. ومن فوائد معرفة الطبقات أن يتفق اثنان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر فيتميز كل منهما يعني معرفة طبقته. وأيضا من فوائد معرفة الطبقات إمكان معرفة أو الاطلاع على التبيين التدليس، من خلال معرفة الطبقات نعرف هل روى فلان عن هذه الطبقة أو لا. وأيضا الوقوف على حقيقة المراد من مسألة العنعنة، هل العنعنة تفيد يعني الاتصال أم الانقطاع؟ إذا عرفنا أنهما من طبقة واحدة فهذه العنعنة قد تكون يعني تفيد، لا حرج عليه إذا كان غير يعني مدلس، أما إن كان طبقة مختلفة فكيف يروي عنه؟ ولهذا يعني صنفت كتب الطبقات. وكما قال المصنف أمر اصطلاحي، من الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة ثم التابعين طبقة بعدهم وأتباع التابعين، ويستدل بالحديث خير الناس قرني، والرواية الصحيحة خير الناس، أما خير القرون فهي ضعيفة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ومن الناس من يقسم الطبقة الواحدة عند هؤلاء إلى عدة طبقات، وهذا أصح، فالصحابة ليسوا جميعا طبقة واحدة إلا باعتبار أن الصحابة يعني طبقة واحدة من جهة أنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح، لكن باعتبار أنهم طبقات وليس يعني بعضهم كبعض، ليس أهل العقبة كغيرهم وأهل بدر ليسوا كغيرهم وأهل الحديبية ونحو ذلك، إذن هم طبقات ولا مشاحة في الاصطلاح. المهم يعني الإتقان وأن يميز الإنسان هذه الطبقات على الاصطلاح الذي يعني يتفق له. ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، وهذا يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بسط: عش قرنا، يعني نظر لرجل وقال له عش قرنا، فعاش هذا الرجل 100 سنة، وهذا يعني صوب من قال أن القرن 100 سنة. والحديث في المسند وهو صحيح، وفيه علم من أعلام النبوة. ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي،
وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمه الله، وله كتاب قد طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. يعني من أجل كتب الطبقات طبقات ابن سعد، ومن كتب الطبقات ما يسمى بالطبقات كطبقات ابن سعد وغيره، ومن كتب الطبقات ما لا يسمى بالطبقات لكن هو ماشي على طريقة الطبقات ككتاب الذهبي رحمه الله في التاريخ. ومن أهل علم يعني كتب الطبقات كثيرة، منهم من يتكلم على عموم الرواة يجعلهم طبقات، ومنهم من يخص طبقات الشافعية مثلا ككتاب السوكي، طبقات الحنابلة كأبي يعلى، منهم من كان في طبقات النحويين والأدباء. إذن هذا على حسب اصطلاح المصنف، لكن وجه زهادة الناس في طبقات ابن سعد أنه كان كثيرا ما يروي عن الواقدي، والواقدي معروف بأنه يعني في روايته كذاب في روايته. أيضا كتاب الذهبي طبقات الحفاظ هذا من أحسن كتب طبقات الحفاظ، يسمى تذكرة الحفاظ، يعني جمع الحفاظ ليس فقط الثقات وإنما الأئمة وجعله في طبقات، وهذا كتاب ماتع. على كل حال علم الطبقات وعلم التاريخ يجتمعان في التعريف بالرواة، وينفرد التاريخ بذكر الحوادث ويعني أما الطبقات يعني التاريخ يزيد عن مجرد الطبقات تراجم الطبقات أنه يذكر الحوادث ويذكر يعني إذا كان مثلا رجل في البدريين هذه طبقة، إلا أنه قد يتأخر وفاته عن البدريين، يعني واحد من البدريين شهد بدلا هو صغير فتأخر وفاته حتى أدرك طبقة متأخرة بعد البدريين، هذا تجد له في كتب يعني التاريخ، لأنه لا حرج في أنه يستلزم تقديم المتأخر أو تأخير المتقدم. على كل حال طالب الحديث يحتاج إلى تمييز هذه المعاني، الفرق بين كتابة في التاريخ وبين كتابة في تاريخ الرجال وبين كتابة في مجرد تراجم الرجال، وبين تخصيص مسألة يعني معرفة الثقات ومن وثقوا أو ضعا أو معرفة المجروحين ومن كل هذه في الفنون، وقد يجتمع في الكتاب الواحد أكثر من باب من هذه الأبواب، لكن من المهم أن يكون هناك واضح في ذهن الطالب العلم الفروق بين هذه المعاني، الفرق بين التاريخ يقول سنة كذا حصل فيها كذا، وبين تاريخ الرجال إنه يأتي بالرجل ويترجمه من أول يعني ميلاده وطفولته والمؤثرات في طلبه للعلم إلى أن ينتهي بوفاته وقبل ذلك شيوخه ونحو ذلك. نعم. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء، وهو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم يعني من أصل نسبه، وإنما هو من مواليهم فيميز ذلك ليعلم، وإن كان قد ورد في الحديث مولى القوم من أنفسهم. نعم، معرفة الموالي من الرواة والعلماء يعني من المهم أن يعرف إن كان هذا مولى لبني فلان أو لقبيلة، لأنه قد يرد بالمولى مولى العتاقة، اعتقه يعني فلان فصار مولى له، هذا الأصل والغالب. قد يكون يعني مولى الإسلام كالبخاري جده أسلم على يد يعني أناس وصار مولا له، وقد يكون مولى الحلف كالإمام مالك لما يعني حصل تحالف من بعض قومه مع الأصبحيين، وبالتالي نوع الولاية حتى يعرف إن كان هو يعني مولى للعرب وليس عرب أو هو أصله يعني عربي، هذا كله ينبغي أن يعرف كما سيفصله الآن. يقول هو من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة، قال فلان مثلا التيمي أو فلان يعني الأسدي أو نحو ذلك، فيعتقد السمع أنه منهم صليم، يظنه عربيا وليس كذلك وإنما هو من موالهم فيتميز عنه، مع أن مولى القوم منهم من حيث يعني المنزلة. نعم. ومن ذلك أبو البختري الطائي، والبختري هذا يروي عن علي بن أبي طالب وعن ثوبان وعن جماعة من الصحابة ولم يسمع منه، فإذا رويته يروي عن صحابي فابحث
في يعني ترجمته، هل سمع منه؟ هل هذا من الصحابة الذين سمع منه أو لا؟ ومن ذلك أبو البختري الطائي وهو سعيد بن فيروز وهو مولاهم، وكذلك أبو العالية الرياح، وكذلك الليث بن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله بن وهب القرشي وهو مولى لعبد الله بن صالح كاتب الليث، وهذا كثير. إذن هنا القرشي والرياحي والطائي لا يفهم من أن يكون منهم صليبا، ولكن هو مولى لهم. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فالإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك بأنه أسلم على يديه وكان نصراً. ماسرجسي كسر الجيم. وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي ينسب إلى ولاء عبد الله بن مبارك بأنه أسلم على يديه وكان نصرانياً، وقد يكون بالحلف كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين وهو حميري أصبحي صليبة، ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفاً له، يعني حليفاً للتيميين، وقد كان عسيفاً عند طلحة بن عبيد الله التيمي أيضاً فنسب إليهم كذلك. وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي، لقد روى مسلم في صحيحه أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. فقال: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. العرب طبعا ترى نفسها يعني منزلة ليست لغيرها، وهذا صحيح حيث يعني ينفي أن منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهم أصحاب اللسان وأصحاب ونزل الوحي بلسانهم، ويعني شرف العرب غير منكور، ولهذا يعني كانت العرب ترى لنفسها فضلا على غيرها. فلما يقول عمر لعامله: من استخلفت على أهل الوادي؟ يقول له: ابن أبزة. ومن ابن أبزة؟ رجل من الموالي. فعمر يعني كأنه تعجب، قال: استخلفت عليه مولا؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائض. فلما قال له محافظ الكتاب وعالم بالفرائض قال عمر: الحديث، أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين، حيث عند مسلم. وإذا يعني لم يكن إنكار عمر إنه مولى من جهة مجرد الأنساب، ولكن من جهة أنه ليس أهلا لهذا العلم الذي أحق به العرب. فاتفق أن كثيرا من العرب تركوا يعني هذه المعاني، وأن كثيرا من العجم حرصوا عليها فسبقوا، ولهذا غير منكور كما سيأتي في الأثر الذي اختصر هنا، هو ظريف جدا على طول لكن الشيخ اختصر. نعم. وذكر الزهري أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ فقلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي. وذكر النخعي. فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري، والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. يعني القصة الخليفة بيسأل هذا العالم الجليل: من يسود؟ معنى السيادة سيادة العلم. من يسود أهل مكة يعني من أهل العلم؟ فقال فلان. فكان يقول له: من الموالي أو من العرب؟ يقول له: من الموالي. فالخليفة يزعل
وبعدين من يصوت فما هو الخليفة يزعل حتى يدن الزهر نفسه خاف. فلما جاء على آخر واحد وأهل الكوفة قالوا كنت أقول واحد من موالي فرحت إلى واحد من العرب. فالخليفة قال الله أكبر أول ما سمع واحد عربي مع أنه جاء بعد طابور من يعني الموالي. والشاهد كما قال يعني إن هذا أمر الله ودينه، من حفظه سات ومن ضيعه سقط. قضية ليس إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نعم. قلت وسأل بعض الأعراب رجلا من أهل البصرة فقال من هو سيد هذه البلدة؟ قال الحسن بن أبي الحسن البصري. قال أمولا هو؟ قال مولا هو. أمولا هو؟ قال نعم. قال فبما سادهم؟ فقال بحاجتهم إلى علمه وعدم احتياجه إلى دنياهم. فقال الأعرابي هذا لعمر أبيك هو السؤدد. نعم، هذه السيادة الحقيقية سيادة العلم. نعم. النوع الخامس والستون معرفة أوطان الرواة وبلدانهم، فهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث وربما ترتب عليه فوائد مهمة. من معرفة الأوطان الرواة والبلدان يعني ما يتعلق بالأنساب، الإنسان يعرف نسب الراوي وكيف ينسبه إلى بلدته، وسواء ينسبه إلى البلدة التي يعني عاش فيها المحل الصغير القرية أو المركز أو المدينة أو التي يعني قد يكون انتقل إليها أو يجمع بين الاثنين كما سيأتي. وفي هذا صنفت كتب، كتاب الحازمي كتاب صغير في الأنساب، وكتاب السمعاني في الأنساب كتاب كبير حافل قد اختصر ابن الأثير في مجلدات ثلاث وسماه يعني اللباب في معرفة الأنساب، و السيوط أيضا في ذلك مجلد. والمقصود أنه لا بد أن يكون يعني طالب العلم معنيا بهذا. ومن مظان كتب الأنساب أيضا طبقات ابن سعد كما قال النووي. نعم. منها معرفة شيخ الراوي فربما اشتبه بغيره، فربما اشتبه بغيره فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا. بلديه تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جليل. يعني أحيانا يروي لا نعرف الراوي أو لا نعرف شيخ الراوي، فإذا عرفنا بلد أحدهما عرفنا أنه في الغالب يروي عن بلدية، يعني من كان من بلده. نعم. وقد كانت العرب إنما ينسبون إلى القبائل والعمائل والعشائر والبيوت، والعجم إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل إلى أسباطها. يعني هذه التقسيمات اللي كانت معروف، العربي يروي عن القبيلة أو عن البطن من بطون القبيلة أو يعني بيت من بيوت العرب، هذه نسبتهم. ما كانوا يتكلمون يعني ما كان يقول حجازي ولا نجدي ولا، وإن يتكلم عن هذا أسدي ولا هذا مخزومي ولا هذا على القبيلة أو ربما أقل من القبيلة، بطن من بطون العاجم من الشعوب والرساتيق والبلدان. تقسيمات معروفة، بنو إسرائيل أصباطها. نعم. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها أو إلى مدنها أو قراها. وهذه النسبة يعني أقصر وأدق من النسب العامة التي كانت عند العرب. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها وإلى مدينتها إن شاء أو إقليمها، ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما. فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو كان من الشام ثم رحل إلى العراق وعاش فيها، فيقال الشامي يعني في أصله ومن شاء ثم العراقي. نعم. أو الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وهذا منسوب إلى عبد الله بن المبارك. نعم. وفي هذا نظر، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا آخر ما ينبغي أن نتوقف عنده. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى تقبل منا ومنكم، صلى الله عليه وسلم.